Now I'm using. إن الحدث العالمي الذي يحظى برعاية سامية لصاحب الجلالة الإمام محمد السادس نصره الله والذي يستقطب أكثر من 1000 مهني وأكثر من 400 فنانة وفنان أصبح اليوم السوق المهني الأولى للموسيقى بإفريقيا والشرق الأوسط يلتقي فيه مبدعون ومهني الموسيقى العالميون بنظرائهم المغاربة المنتجين وموزعين ومروجين ومشكلي قاعات العرض والمهرجانات ومدراء الفنيين والمتعهدين كما يحضرهم الفنانون والمجموعات الموسيقية وكذا المنظمات المهنية كشركات وكذا وسائل الإعلام والمجتمع المدني. إنها سوق فعلية للتبادل والتناظر والحوار والاقتراح والبحث عن فرص الترويج والتألق في عالم الفن والموسيقى. إن وجود مثل هذا السوق في المغرب كبلد إفريقي ومتوسطي وعربي كان أمرا حتميا بفعل الغنى الثقافي والفني والتنوع التعابير الموسيقية بمنطقة من جهة وبسبب إرادتنا القوية لترسيخ الصناعات الثقافية والإبداعية عموما والصناعات الموسيقية على وجه الخصوص من جهة ثانية. ولا تفوتني المناسبة لأشيد بالآثار الإيجابية والهامة التي خلفتها الدورة السابقة حيث استفادت مجموعة من الفرق المغربية بجولات فنية خارج الوطن ونذكر منها بالخصوص فرق نورتستان وعزيز حماوي والهدي الناسولي وهذا إلى جانب بعض الفرق وريبا فيجون هذا إلى جانب بعض الفرق الإفريقية والعربية أبرزها جويل سيبانجو من غانيا أوغندا ومشروع ليلى من لبنان حيث تمكن هؤلاء الفنانون من تقديم عروضهم بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الأوروبية ومصر ولبنان وقد بلغت الاستفادة المالية لتعويض هذه الفرق حوالي 4 مليون درهم إلى جانب الإشاعة الكبير للمغرب عموما والرباط على وجه الخصوص ولعل الأهداف الكامنة وراء هذا المشروع من ترويج الموسيقى المغربية والإفريقية والشرق الأوسطية في العالم وتشجيع تلقى الفنانين وإعطاء الأولوية لتنمية القطاعات الثقافية الوطنية ورفع مستوى المشهد الموسيقي في المنطقة إلى المستوى العالمي والمساهمة في تحسين أوضاع فنانينا وتقوية العلاقات جنوب شمال في المجال الثقافي لا دليل قاطع على رغبة المنظمين في جعل هذا الموعد السنوي فرصة للمهنيين للتلاقي والتبادل من أجل التطوير والدفاع عن قطاع الموسيقي الإفريقي والشرق الأوسطي. ويتأكد ذلك من خلال البرنامج المتنوع والغني لهذه الدورة أو الذي سيشهد عروضا موسيقية متنوعة وورشات تكوينية في مجال تنفيذ المشاريع الثقافية وإدارة الفنانين وفي الإنتاج والتواصل الثقافي هذا إلى جانب ندوات ومحاضرات حول التنوع الثقافي وتنقل الفنانين ودور المهرجانات للتعريف والتسويق للمنتوج الموسيقي. وسيغني هذا الحدث فاعلون موسيقيون بإبداعاتهم من المغرب ومن دول إفريقيا بوركينا فاسو، موريتانيا، أوغندا، الجزائر، الكاميرون، كاب فيرد، غينيا، إثيوبيا، السودان وتونس ومن الشرق الأوسط، مصر، فلسطين، تركيا والأردن ومن أوروبا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، السويد وبلجيكا ومن أمريكا اللاتينية، كولومبيا والبرازيل هذا بالإضافة إلى إيران والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ونحن في وزارة الثقافة إذ نعبر عن سعادتنا بالانخراط كشريك أساسي في تنظيم ودعم هذه التظاهرة فإن ذلك نابع من قناعتنا بأن تطوير الصناعات الموسيقية بالمغرب يستلزم تقوية كل مكونات هذا المجال
سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع أو التسويق والتصدير أو على مستوى الهيكلة وتقنين وتنظيم الجهة الموسيقية وتوفير البنية التحتية. وفي هذا الصدد ستواصل وزارة الثقافة دعمها اللوجستيكي والمادي للموسيقى المغربية بكل أطيافها عبر دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الموسيقى التي انطلقت منذ سنة 2018 ومن خلال دفاتر التحملات تدقق كل العمليات المرتبطة بهذا الدعم وبتتبع ومواكبة لمجموعة من المهنيين والمختصين في هذا المجال. وأزف إليكم بهذه المناسبة أن وزارة الثقافة قد رفعت من الغلاف المالي المخصص للدعم في المجال الموسيقي من 10 مليون درهم سنة 2015 إلى 15 مليون درهم برسم سنة 2016. واسمحوا لي قبل الختام أن أتقدم بالشكر الوافر لكل الجهات التي ساهمت في دعم هذه التدورة من مؤسسات وجمعيات وفنانين، كما أشيد بالجهود الكبيرة لمؤسسة آنيا ورئيسها الأخ إبراهيم المزني وجميع أفراد الطاقم الإداري والفني والتقني الساهر على إنجاز هذا الملتقى المهني والعرس الثقافي والفني، مع التأكيد أن وزارة الثقافة ستظل شريكا أساسيا في التنظيم والتواصل وستواصل دعمها بكل الوسائل. شكرا لكم.